لا بد أن توفر لهم الحياة الكريمة، ولا بد أن يشرف الحاكم على ذلك ويسعى إليه بكل جهد وطاقة ضمن منظومة تشريعية متكاملة بينتها الدراسات الفقهية الدقيقة في هذا المجال. Mengenai pembangunan yang menyeluruh, tentunya pemerintah dalam hal ini yang berkuasa memberikan segala macam kebutuhan manusia supaya dia bisa eksis dalam kehidupannya baik sandang, pangan maupun papan. وتحدثت عن محاربة الفساد من وجهة نظر إسلامية وفي نصوص كثيرة تبين حرص هذا الدين العظيم على ألا يقع الفساد في أي مرفق من مرافق المجتمع. Dan Risalah Ahmad juga bicara masalah pemberantasan korupsi dalam berbagai macam tingkatannya dari masyarakat sendiri, pemerintah dan organisasi maupun lembaga-lembaga lain yang memungkinkan terjadinya korupsi. ودعت إلى إقامة الحكم الرشيد على أساس من العدل والمساواة والشورى وصيغ الديمقراطية كأداة لتنفيذ مبدأ الشورى. Dan juga menghimbau kepada para pemimpin negara untuk memimpin dengan cara yang baik, baik berdasarkan syura, demokrasi ataupun yang lainnya yang menjadi. ولم تنسى ولم تنسى موضوع إسهام الحضارة الإسلامية في الحضارة العالمية، وقالت عبارة حقيقة موجهة في هذا المجال ودقيقة، تكلمت عن ما يسمى بتجديد المشروع الحضاري للأمة ضمن معايير ورؤى تفصيلية كان من أهمها إعداد العلماء القادرين على التعريف بهذا الدين، ودعت إلى تطوير مناهج إعداد العلماء لتحقيق هذا الهدف، يعني مناهج كليات الشريعة والدراسات الإسلامية. Demikian juga disebutkan dalam risalah Aman mengenai nasibnya itu. Tatwir manhaj at-tarbiyah wa at-ta'lim khassa bil dirasat al-islamiyah. Ya, mengembangkan apa namanya kurikulum pendidikan baik di syariah dan lain sebagainya untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Wa hatta yusarru jama'at ad-DSTL اعتبرت من التحديات التي تواجه الأمة الآن التحدي العلمي التكنولوجي. أن نتبنى كل إنجازات الحضارة المعاصرة في مجال العلم والتكنولوجيا. Tantangan yang besar dialami umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya adalah untuk bisa mengikuti teknologi informasi. واستعملت عبارة في غاية الدقة بدل أن تقول تبني قالت توطين التكنولوجيا والعلوم المعاصرة، يعني بمعنى أن تصبح لها جذورها في المجتمع، وهذا يتطلب شروط كثيرة حتى يتم التوطين. ليست العملية عملية اختباس فقط واستفادة، إنما العملية عملية تجذير وتوطين، وهذا أمر في غاية الأهمية في التعامل مع العلوم المعاصرة. وهذا الذي فعلته حضارتنا الإسلامية سابقا، استفادت مما أنجزه كل الشعوب، لكن هضمت ذلك واعتبرته غذاء خاصا بنت عليه بعد أن جذرته وعمقته ووطنته. Tentu dalam risalah Ahmad juga menggunakan tidak menggunakan kata adopsi tetapi nasionalisasi suatu ide gagasan tentang ilmu dan teknologi, sehingga kita bisa bedakan antara adopsi yang bersifat tidak berdasar kepada nasionalisasi yang mengakar kepada masyarakat sehingga akan menjadi tumbuh dan kuat. ودعت الرسالة إلى معالجة جذرية لموضوع الإرهاب، وأحد البحوث اللي قدمتها للمؤتمر موقف الإسلام من الغلو والتطرف وما يسمى بالإرهاب في هذه الأيام. Demikian juga risalah Aman menyinggung masalah terorisme ekstrim kanan maupun kiri yang saat ini memang sangat marak terjadi di mana-mana. وقد وقفت عند نقطة بعض المعاصرين يرفضون الحديث عنها، وهي الحديث عن ما يسمى بأسباب الإرهاب، أسباب هذه التصرفات. الواقع أن أسبابها تعود إما إلى الجهل بهذا الدين، وتعود أيضا إلى المعاناة والفقر فيستغل حاجة هؤلاء الفقراء ليوجهوا توجيها خاطئا، وتعود ثالثا إلى الظلم الذي يمارس في المجتمع الإنساني والكيل كما يسمى في الدراسات المعاصرة الكيل بمكيالين،
بعض قرار مثلا بعض قرارات الأمم المتحدة تنفذ فورا وبعض قرارات الأمم المتحدة كما هو في القضية الفلسطينية مر عليها 64 عاما لم تنفذ بعد. فلماذا هذا الكيد بمكيالين؟ فيما يتعلق بالعراق القرارات تنفذ فورا، فيما يتعلق بأفغانستان القرارات تنفذ فورا، لماذا لا تنفذ القرارات فيما يتعلق بفلسطين؟ هذا يولد إحباطا عند كثير من الأجيال وقد يدفعهم إلى التطرف، فلا بد لمعالجة التطرف من أن نقضي على كل الأسباب التي تؤدي إليه. Kemudian berbicara tentang terorisme dan ekstremisme, tentu banyak orang yang tidak mau bicara masalah ini. Meskipun kita perlu juga mengkaji tentang penyebab-penyebab dari munculnya terorisme dan ekstremisme. Menurut Risalah Aman ada tiga hal yang menyebabkan munculnya dan lahirnya terorisme dan ekstremisme itu. Yang pertama adalah pemahaman yang dangkal terhadap agama, kemudian kefakiran dan kemiskinan, dan yang ketiga adalah kezaliman yang terjadi. Bagaimana dunia ini berjalan dengan tidak adil? Kalau kita lihat misalnya deklarasi-deklarasi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB, ada ketidakadilan di mana ada deklarasi yang langsung bisa dieksekusi seperti itu seperti di Irak kemudian di Afghanistan, tapi ada deklarasi PBB atau Dewan Keamanan yang sudah puluhan tahun, lebih dari 64 tahun sudah dikeluarkan tapi tidak bisa dieksekusi. Nah ini tentu adalah sebuah penyebaban ketidakadilan dalam dunia modern yang menyebabkan lahirnya terorisme dan ekstremisme. هنالك أمور أخرى عالجتها الرسالة لا أريد أن أطيل في الحديث عنها. على سبيل المثال موضوع الجهاد وأسبابه ودوافعه، موضوع تهذيب الإسلام لفكرة الحرب وعناية بالجوانب الإنسانية فيها. تفضل. Dan yang terakhir saya tidak berpanjang lebar mengenai bagaimana Risalah Aman membicarakan tentang jihad, kemudian juga bagaimana peperangan itu terjadi dan bagaimana kalau hal itu terjadi di dalam sebuah masyarakat. وهنا في قضية تهذيب الإسلام لفكرة الحرب اللي هي نقطة في غاية الأهمية. اهتم بها كثيرون من العلماء الغربيين. أذكر على سبيل المثال اتحاد جمعيات الصليب الأحمر الدولي كتب دراسة مستفيضة من كتاب يتجاوز 400 صفحة ورسالة صغيرة. جاء في الرسالة الصغيرة مقارنة بين اتفاقيات جنيف وما ورد في الإسلام بخصوص التعامل مع الأسرى والمدنيين والجرحى وغير ذلك، و بينت هذه الرسالة الصغيرة سبق الإسلام في هذا المجال سبقا مذهلا بحيث يبين أن الإسلام قد هذب من فكرة الحرب واهتم بالجوانب الإنسانية. Bagi contoh misalnya bagaimana Islam memberikan konsep kalau perang itu terjadi sehingga di Palamara Internasional merebitkan sebuah buku yang kira-kira 400 halaman di mana berisi konsep-konsep Islam mengenai bagaimana mengatasi peperangan yang terjadi sehingga bisa ada solusi. وأخيرا دعت الرسالة إلى تأسيس إعلام إسلامي معاصر يستفيد من كل الماكينات والأدوات المتاحة في هذا العصر للتعريف بهذا الدين تعريف علمي وموضوعي ويخاطب قضايا الإنسان وهمومه بمعالجات الإسلام. Dan poin terakhir yang saya juga ingin sampaikan bahwa Risalah Aman juga sangat memperhatikan peran media massa dengan berbagai macam perangkatnya yang modern karena ini sangat membantu memberikan pemahaman yang benar terhadap Islam melalui media massa dan informasi teknologi informasi yang sekarang sedang tren. Wahiran, wamilma yasurukum. أن الرسالة دعت العلماء في نهايتها إلى مخاطبة الشباب وسمتهم زينة الحاضر وعدة المستقبل لنبعد هؤلاء الشباب عن كل ما يهدد وجودهم وهويتهم ودورهم الفاعل في صناعة مستقبل الأمة بعبارات مشرقة لا أريد أن أكررها على مسامعكم إنما أكتفي بالإشارة إليها ب
داعي الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لبيان هذه الأحكام في مختلف المجالات، وأن ننفذ قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan terakhir, Risalah Ahmad juga tidak melupakan tentang peran para pemuda dan remaja. Oleh karena itu, maka Islam juga mengarahkan, atau Risalah Ahmad mengarahkan kepada pemuda untuk belajar agama karena mereka generasi yang akan datang. Dan nakhtum biqaulina terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Sebenarnya kita ada penanda tanganan, mungkin bisa Profesor Dr. Abadi nanti akan naik kembali ke atas. Oh, baik. Kita akan mendengarkan satu buah lagu.